أعزائي المشاهدين في كل بيت، أعزائي المشاهدين قدام كل شاشة تلفزيون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وأنتم طيبين. الدبيحة بتاعت النهاردة يا جماعة شخصية غريبة الأطوار، حر ممطر صيفا ده في ممطر شتاء، عامل زي النشرة الجوية كده، ما بترساش على حال خالص. النهاردة يا جماعة تعالوا نشوف عبير صبري لما شافت سعد وعلاء عملت إيه. انا عبير صبري فكت الحجاب، ممكن بعد الحلقه دي تلبس الحجاب تاني عادي. خش يا غاليه يا جماعه، بص البني ادم اديني في الكتاف، اديني في الكتاف، اقفل الباب بس. حسرة عليها يا حسرة عليها، ما جت رجليها ما جت رجليها، حسرة عليها يا حسرة عليها، ما جت رجليها ما جت رجليها ما جت رجليها. لا 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 يا جماعة، ده اقفلوا الباب بجد، اقفلوا الباب مش بهزر. رمز قلب الأسد، هشتمكوا اكتر من كده بجد، هشتمكوا اكتر من كده بجد، هشتمكوا اخر حاجة. هلاقي مصيبة تانية دلوقتي صح؟ مصيبة تانية صح؟ لا 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 ما تعملوش كده بجد. سير عطلان في التالت ولا ايه؟ بجد بجد مش عندي كده، يلا نزلوني بجد. الو لا 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 بجد، انت مسحوب وميت بستين ميلة بجد، انتوا مجانين يا جماعة. حضرتك تنزلي يا فندم عشان في موظفين، في موظفين عايزين يستخدموا الاسانسير يا فندم. انزل ازاي حضرتك هنا وانتوا موقفين لي اسد على الباب، وانت مين اصلا؟ حضرتك طلعتي في انهي اسانسير، اليمين ولا الشمال؟ مش عارفني انا يمين ولا شمال، اسال المحيط اللي طلعني. حضرتك طلعتي في الشمال؟ معرفش. لا يا فندم لا لا، في تصوير فعلا في سوق، حضرتك طلعت على السوق. طب يبقى خليكي معايا، طيب يا فندم خليكي معايا لحظه واحده، لحظه يا مطافي، يا مطافي يا ابني. الو يا مطافي،
يا جماعه انتوا بتهلكوا في اثر بجد على البنت دي. حد طلع غلط في الاسانسير يا جماعه، في حد طلع غلط في الاسانسير يا عادل. طب ما ينفعش حد يطلع غلط بقى، في امن واقف تحت يا بيه. طب في حد طلع غلط، ايه الحل دلوقتي يا عادل؟ كله يهدى ما يوترش الاب. طب يا فندم خليكي معايا لحظه، اهدي بس، اهدي خالص يا فندم، اهدي خالص يا عادل. يا ريت يا ريت ما تبصلوش يا فندم، ما تبصلوش. لف يا فندم، لف، ادي له ظهرك، ادي له ظهرك. مش هديله ظهرك يا فندم، انت التهاب ده بقى على الاسانسير. ادي له ظهرك يا فندم. الاسانسير معلق ولا ايه؟ ايوه تقريبا الاسانسير معلق. يا جماعه انتوا بتهربوا يا جماعه، الحقونا يا جماعه الحقونا، انتوا بتهربوا. طب يا فندم ما تتدبسش الاب. طب معاك يا فندم، هيك هنرفع، بيتقفل الباب يا فندم؟ لا الباب اتقفل. شوف بعدين انا مش كل دور هقفله، هتفتحوا لي باب دلوقتي اسد وزاد. خليكي معايا يا فندم، خليكي معايا، حاولوا معايا يا جماعه، حاولوا معايا. هنشوف المدربه وهنطلع نرفعها. مدربه ايه؟ روح حرقكم جاز. ثانيه واحده يا فندم، ثانيه واحده، خليكي معايا يا فندم، تمسكي ارجوكي، تملكي اعصابك. ثانيه واحده، ثانيه واحده، ثانيه واحده، ثانيه واحده، ثانيه واحده. تملكي اعصابك يا فندم، تملكي اعصابك، تملكي اعصابك. هيك هيك هيك، اديله ظهرك يا فندم. مش هديله ظهري واخلصوا وخلصوا. طب معلش يا فندم، ايه ايه دي يا فندم، خليك بيتقفل الباب دلوقتي يا فندم. الباب بيتقفل، الباب بيتقفل، الباب بيتقفل يا فندم. طب ايه، طب ايه لحظه من فضلك يا رب. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم، حاضر يا فندم، خليكي معايا، خليك معايا. على فكره انتوا بتهربوا بجد، انا مش هقدر استحمل لا مش هقدر استحمل اللي انتوا بتعملوه. لا انا في الدور الثاني وانا بجد زهقت خالص. ايه اللي بتعملوه ده يا عادل؟ انت فين يا عادل؟ انا بطلع ان انا جيت لكم اصلا. حد يسحب الاسانسير يا جماعه، معايا معايا لو سمحت. خليك ايه يا فندم، انت مالكي اعصابك يا فندم؟ طب معلش انا اعصابي ايه والله من فضلك، يا ريت ارفصي يا فندم، هيك ارفصي ارفصي، ما تقفيش يا فندم ارجوك يا فندم، ارفصي يا فندم، ارفصي ارجوك يا فندم، انزلي 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 تحت، ارفصي يا فندم، ارفصي. لا مش هعمل حاجه. طب حي سؤال عشوائي يا فندم، حضرتك لابسه اي حاجه عريان مثلا، في كتف، في كوع، في حاجه؟ اه في كل طب حاجه. طب اهدي، طب اهدي يا فندم، طب اهدي فندم، طب اهدي اهدي فندم، يعني مش ممكن ايه تعملوه ده؟ اهدي يا فندم، اهدي فندم، حضرتك معايا يا جماعه، اقفلوا الباب يا جماعه، حاولوا نقفل الباب مع بعض، نقفل الباب من فضلك يا جماعه، ارجوك بس. الباب قفل، الباب قفل يا فندم، قفل الباب. ايوه طب يا فندم، خليك معايا، خليك معايا، خليك معايا. حاسه بحركه الاسانسير؟ حاسه بحركه الاسانسير؟ بجد انا تعبت، لو سمحتوا من فضلكم، من فضلكم لو سمحتوا، يلا تاني 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 تاني. الحمد لله على السلامه يا فندم، حضرتك نزلتي؟ الف الحمد لله على السلامه. حضرتك في الارض دلوقتي صح؟ لا انا في الدور الثاني والاسد. لا 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 حضرتك ممكن، حضرتك ممكن تعملي كده اهو كده يجي لي. اه يعني بالنسبه دي ناس مجانين ولاد يا استاذ يا اللي بتكلمني يا عادل يا ابني يا ابني الله يرحم امك. كنت عايز تقولي حاجة عني؟ اتفضلي. أنا عايز أقول عنك حاجة. متضايقة؟ زعلانة؟ واخدة على خاطرك؟ مفيش أي مصيبة هتحصل. لا لا خالص. ولا أسد هينط عليا من هنا، ولا تعبان، ولا بصي احنا ولا عفريت أزرق، ولا أي لا 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 مفيش كده. كل واحد هتعدى على دماغنا احنا قاعدين. لا 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 عفريت أزرق وأنت لابس أزرق إزاي؟ لا مفيش أي حاجة، مفيش أي بجد، مفيش أي مشكلة تانية بجد. لا خالص والله العظيم. طبعًا مبدئيًا عايز أقول لك، أنا لو قمت جريت هنا هتزحلق وهعطيني. ممكن أسألك سؤال؟ أوكي. انت في حد ضربك رصاصه في كتفك ولا ده ايه؟ ده تاتو. تاتو يعني ده مش حرب الاستنزاف ولا شاظيه؟ مفيش شاظيه ولا حاجه. ارحمني بقى، بحاول افك اللطافة عشان حصل ستريس جامد قوي. عبير يا جماعه النهارده شافت موقف صعب جدا صح؟ بجد هل يعني كان عندك معلومات عن اللي حصل؟ لو عندي معلومه اصلا ان انا جاي قبلك ما كنتش جيت. طب كنت توقعت ان انا هقف مصيبه. احنا في البرنامج ده بنعتمد ان الحلقه بختك يا ابو بخيت، يعني ممكن تفستك مننا، فاهمه؟ فالحمد لله يعني، فاحنا بنقول للناس اللي بيحصل بنزيعه على طول من الخضه اللي انا فيها. الحمد لله لسه الركب فيها حاجه. ايوه. طب تيجي نشوف انت عملتي ايه، لان انت عملتي تيت كتير قوي. بص عبير داخله ماسكه، كنت كلمين عبير هنا لحظه.
مش عارفه والله. بص الراجل اللي واقف ده اللي عامل نفسه بيتكلم في التليفون اللطيف ده، عادل عبد الله ده، هو اللي عامل الليله دي كلها. بجد؟ اه. ايه خلي ده بالك كل ده بيتصور؟ المرايه اللي انت بتعملي فيها شعرك دي فيها كاميرا. انت بقى متوتره اصلا خلي بالك يعني. لا انا بصيت على اللوحه بتاعت الارقام لقيت الرقم ثابت بتاع الفاشل. فانت فهمت ان في عطله يعني. عطله صح برافو. اهو المواجهه. المواجهه. انتوا بتهزروا. انتوا بتهزروا. بس الرياكشن يضحك اول ما اشوف اسد اعمل كده. لا 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 يا جماعه يا جماعه. عايزه تدوسي مش وخايفه صح؟ نبضات القلب كانت لا حسبت كام دقه في دقيقه كده؟ الصدمات ببلم. القلب اخباره ايه؟ كان في النبضات ايه؟ كان كتير صح؟ اه في نفس ابتدى فيه نهجان وفي الصابع الصغير ده عمال يرعش اهو شايفه؟ في رعشه في الصابع الصغير. مش قادره اصدق يعني ايه تجيبوا لي اسد؟ يعني ايه تجيبوا لي اسد؟ ما اصل احنا جو البومب والصواريخ والحاجات دي ادمت بقى فقررنا نجيب الصوت. حرام عليك يا رامز بجد. طب دلوقتي بيرو عايز اقول لك على حاجه. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. دلوقتي احنا اتفقنا على حاجتين. هتعمل ايه تاني؟ لا مش حاجه. احنا دلوقتي بس خليك معايا. لا كده والمصحف خطر. انت واجهتي الاسد فيس تو فيس صح؟ لا 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 مفيش حاجه مفيش حاجه. اهدي بس اهدي. هقوم. انت واجهتي الاسد فيس تو فيس. بص لا ماذا لو لا الاسد لا لا خلاص يا جماعه امير صبري مش محتاجه تتخض يا اوريدي مخضوض. اعزائي المشاهدين نشوفكم في الحلقه الجايه. يا رب تبقى حلقه اقوى من دي. اشوفكم على خير.